انظروا بعض الناس ايه حجينا الحمد لله بس الزيارة مش واجبة. لا يا حبيبي، الزيارة واجبة، وزيارة الحسين على من يستطيع واجبة ولو مرة في العمر، والروايات جميعا تدل على هذا الأمر. ولذلك ورد بكامل الزيارات، هذه الروايات من أمتن الروايات في الشيعة، وكامل الزيارات معروف أنه كتاب لا يسأل عن أسانيده. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يأتي قبر الحسين عليه السلام وهو يزعم أنه لنا شيعة حتى يموت فليس هو لنا بشيعة. الله أكبر. عدم زيارات حضرة سيد الشهداء تخرج المرء من التشيع يا ناس، تخرج المرء من التشيع. الإمام نعم الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام يقول هذا: علموا الناس هذه ما يريده أمتهم. إيه مش واجبة، خلص منا مش واجبة. مين قال لك مش واجبة؟ وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن ترك الزيارة زيارة قبر الحسين عليه السلام ابن علي من غير علة. طبعا العلل ما عم بيحكي فيها الله. قال: هذا رجل من أهل النار. جعفر بن قلاوي أيضا كذلك الأمر، بن محمد بن قلاوي بكامل الزيارات. عن منصور بن حازم قال: سمعناه أي الصادق عليه السلام يقول: من أتى عليه حول لم يأتي قبر الحسين عليه السلام أنقص الله من عمره حولا. ولو قلت أن أحدكم ليموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقا، وذلك لأنكم تتركون زيارة الحسين عليه السلام فلا تدعوا زيارته يمد الله في أعماركم ويزيد في أرزاقكم، وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم وأرزاقكم فتنافسوا في زيارته. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار الحسين محتسبا لا أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولا رياء ولا سمعة، محصت عنه ذنوبه كما يمحص الثوب بالماء فلا يبقى عليه دنس، ويكتب له بكل خطوة حجة وكلما رفع قدم عمره. ولو قال بعد أديك عمل يوم مرة آمنت بما تقول يا جعفر بن محمد، لأنه لولا قطرة من دم الحسين لا في دين ولا في معرفة لله ولا في معرفة لرسوله لتحول الناس إلى كلاب. بكامل الزيارات عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لرجل من مواليه: يا فلان أتزور قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ قال: نعم إني أزوره بين ثلاث سنين مرة. فقال له وهو مصفر الوجه، مصفر وجهه: شو الحلق اللي مضيعه هذا؟ أما والله الذي لا إله إلا هو لو زرته لكان أفضل لك مما أنت فيه. هذا كان رايح كل سنة يروح على الحج. فقال له: جعلت فداك. أكل هذا الفضل؟ بعد ما حكى شيء. فقال: نعم والله لو أني حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحد. ويحك، أما تعلم أن الله اتخذ كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يتخذ مكة حرما؟ قبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. لا
لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين.